كل سنه وهم طيبه، واللي ما عندهاش ولاد ممكن يكون الست بتربي ولاد اختها ولاد احفادها، فهتلاقي شغاله بربيها. وبالمناسبه تربيه الابناء صدقوني دي بناء لملكوت السماوات، يعلم ربنا انا مش بتكلم يعني ببالغ، بناء الاطفال ده انت بتبني في ملكوت السماوات، وبالتالي الفشل في تربيه الاولاد انت كده مش بتبني ملكوت السماوات. لو مش واعي قد ايه مهتم ومقدر قد ايه حكايه تربيه الاولاد فلازم تبقى واعي كده. بناء ملكوت السماوات بيبدا من الطفوله. في واحد بس انا ناسي اسمه دلوقتي، راجل غربي مش فاكر من امريكا ولا اوروبا، قال لو عايز تبني ملكوت السماوات ابدا بالامهات، يقصد بتربيه الاطفال. لكن لو طنشنا في تربيه الاطفال احنا بنحكم كده ان تبقى تطلع الرجال تعبانه، الكنيسه تعبانه، وملكوت السماوات مبقاش هنا. فالامهات فعلا بيعملوا، او يعني الناس اللي بيربوا وطبعا مشتركه من الاب والام، بس الام اكثر بحنيتها والعاطفه اللي ربنا مدالها في بيته فعلا ملكوت السماوات. نخش في الموضوع. هقول لكم الاول يعني صغير قوي كده، وبعدين هتخلوا الاجابه في دماغكم ونشوفها في الاخر. لو انا تطورت ان كل واحد فيكم كل يوم الصبح هياخد هديله 24 دولار كل يوم وبدون قيد او شرط، هيروح الحساب بتاعه. والرجاء مش الشرط، الرجاء الوحيد ان يعني اعترافا بالجميل ده لو تحب تديني منهم حاجه يبقى كويس. فكل واحد يحط في دماغه يحب يديني قد ايه، ماشي؟ حتى لو ما بيدنيش ده مش هنزعل يعني ولا حاجه، لكن هيبقى يعني هيأبريشيت زي ما بنقول يعني. بس خد بالك يعني يا ريت ما تزودش عن 2 دولار، لان هتلاقي نفسك بعد شويه بتستراجل. وال 24 دولار هتاخدهم بغض النظر عملت اللي عملته ما عملتوش، مش هو ده الموضوع. فخلي في دماغك رقم، ها؟ وهنتكلم اكتر في القصه في اللحظه، ماشي؟ فحط في دماغك هتحب ترجع لي دولار 2 دولار، ما تزودش عن 2 لانك هتتعب قوي في الموضوع ده، يمكن نص دولار كان يبقى صعب. فهذا الاختبار اللي هتخش فيه هو هنكمل. الموضوع بتاع النهارده هو لا للتأييد. هو موضوع بسيط قوي وسهل، بس الحقيقه انا شفت ليه عواقب صعبه، وعلشان كده كان نفسي احكي لكم عن ايه الخلفيه بتاعت الموضوع ده اصلا جت منين عندي. الحقيقه انا شفت حاجه على مدار يعني عده سنين فاتوا، شفت ناس كما يلي يعني بحكم الخدمه وكده. لاحظت في ناس يعني ما بين ممكن تكون 45 سنه ل 85 سنه، رجاله وستات، بعضهم كان اصحاء والغالبيه كانوا صحتهم على قدهم، وبعضهم حتى كان حتى الدكاتره يدوا له وقت، انت فاضل لك اسبوع اثنين شهر اثنين وهتمشي يعني. الناس دي كنت بعرفهم، وكانوا بعضهم كانوا يحب يعني يروحوا الكنيسه بس بكل علاقتهم بربنا، والبعض كان يعني يروح الكنيسه في المناسبات بس كلهم مسكين يعني. لاحظت الناس لما جت يعني ايامهم قربت، ف يعني كنت اتصل بالحد لان هم قالوا تحب نصلي سوا نقرا انجيل، كان بمنتهى مش عارف اقول الجرأه ولا البجاحه يقول لي الوقت مش مناسب، والبعض يقول لي لا. طب وتقضي وقتك ازاي؟ ممكن يقول لك انا بروح الجمعيه اللي تبع مثلا الكوميونتي بتاعتنا وبيقعد يلعب كوتشينا طول النهار ويشرب شاي وقت مع اصحابه واخد انا بروح. اقول له طب انت عندك وقت كده حتى ليك بتقعد مع ربنا كده ساعه ساعتين؟ يعلم ربنا قال لي لا مش عايزين مش عايزين مش عايزين مش عايز اقرا الانجيل، مش عايز اصلي. يا اختي يا اخويا ده انت الدكتور قال لك فاضل لك اسبوعين، يعلم ربنا حتى قال لي الوقت مش مناسب. وكنت اعرفهم من 20 سنه. وكانوا ناس تشيرش جوه زي ما بنقول كده يعني. فانا عايز اقول لكم على حاجه هي موضوع الكلمه، وبعدين نخش في الكتاب المقدس. لو قلت العباره دي يعتبر كده الوعظه خلصت يعني. كل مره بنسمع فيها صوت ربنا وبنصهين اللي بيحصل القلب بيتاسى. ومره ورا مره ولا مره يفوت من الواحد عمره ويبقى خلاص بينه وبين الموت اسبوع واثنين، وتقول له تعالى توب يقول لك مش قادر. وفي مثال في الكتاب المقدس زائد حاجات كتير هنقراها. عيسو الكتاب بيقول عنه طلب التوبه ولم يجدها مع انه طلبها بالدموع. فهنمشي في الحكايه دي، والغرض من
الكلمه بتاعت النهارده ان احنا ما نصهينش، ما نطنش، مره بتطنش وتعدي، ربنا بيخبط تاني، الصوت بيتقل ودنك بتبتدي يصيبها صمم، ودنك الروحيه، بحيث انك انت يمر عليك زمن تيجي بعد كده تلاقي نفسك مش قادر تسمع ومش قادر تقوم وتروح. فالنتيجه هتبقى صعبه قوي، هنخش في النتائج. انا هحط لك كم موقف يعني. فقال لهم يسوع، يسوع كان بيتكلم في اواخر ايامه، النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور. لو لغايه هنا وقفنا يعني يقول لو ماشيه الحياه يعني الحاجه تعدي، لكن لو ما فيش نور هيحصل ايه بقى؟ يدرككم الظلام، يعني يا كده يا كده. فالنور معاك، بس خد بالك ان معاك ايه؟ لفتره من الزمن، وحتى المسيح قال زمانا قليلا. فالحق اغتنم الفرصه، خد الفرصه. فسيروا ما دام لكم النور، لألا لو ما مسكتش ايه هيحصل ايه؟ يدرككم الظلام، وبعدين لما يدرك الظلام يحصل ايه؟ والذي يسير في الظلام طبعا هيتخبط، لا يعلم الى اين يحصل. نقطة ثانية، فاكرين موضوع الكرمة؟ التينة. فقال كلنا فاكرين التينة اللي هي جاء في لقى 13، مش اللي اتلعن، دي برضه تخش في الموضوع، بس انا هتكلم عن التينة اللي هي جاء صاحب الكرم بيقول للكرام، بيقول له ايه؟ التينة دي ما جابتش ثمر، وقال له ايه بقى؟ بقى لي 3 سنين. فقال الكرام هوذا 3 سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، صاحب الشغل. فقال له إيه؟ عملت إيه يعني؟ قال له اقطعها. لماذا تبطل الأرض؟ يعني حتى مبوظين المكان، ممكن نحطه في مكان حاجة تانية. اقطعها. فـ3 سنين يعني بيخدمها. وبعدين قال له ما بجيبش ثمر، يعني فيها إيه؟ ما تفكرش الحكاية مفتوحة إلى الأبد ده. فقال له اقطعها. صحيح تشفع فيها وقال له طب سيبها السنة دي وانا هعمل اللي عليا، اصلح فيها شويه. ها طب وبعدين يعني كده هنفضل للابد؟ قال له هي سنه، اخذ فرصه نصلح فيها، ولو ما جابتش ثمر نعمل فيها ايه؟ مع الاسف المبدا لسه موجود، والا ففيما بعد ايه؟ تقطعها. هو اللي بيقول ان انا قلت لكم ان انا الشريك اللي شفته حالات كثيره قوي، وتقول الشخص تبقى ما اعرفش ايه تكلم الأسيس نقول له نحب نيجي نقعد معاك ايه نصلي، يعني ما بنقول لا. بعد اسبوعين ثلاثة أكون واقف باخد يعني بأدي واجب العزاء الشخص. كان عارف، كان فكرة إيه إنه متحكي خليل. كنت ظامن اللي يعرف وقته يقول لك بس كفاية كده كفاية للبضاعة، لكن في القلب بيتأسى بيبقى مش قادر يطلبها ولا يجدها. يطلبها فما تضيعش الفرصة، لو طنشت النهاردة ربنا هيخبط تاني وتالت وعاشر، بس صدقوني ممكن الواحد قلبه يتأسى وبعد كده يلاقي نفسه بيطلبها ولا يجدها، مش قادر. لماذا تبطل الأرض؟ أجابه وقال يا سيد اتركها، بس هي one more time فرصة ثانية، لألا حتى أنقم حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمر وإلا بيحصل إيه؟ فكلمة بعد تقطعها. يعني المبدأ موجود، القلب هيتأسى وهتتقطع، ربنا ما يسمحش. نكمل؟ في المزمور 181 بيقول فلم يسمع شعب، ده ربنا بيتكلم، فلم يسمع شعبي لصوتي واسرائيل لم يرضى بي. طيب هيحصل ايه؟ فاسلمتهم الى قساوه قلوبهم ليسلكوا في مؤامرات او مشورات او افكار انفسهم. هيقعد الواحد يرفض مره ورا مره ويطنش مره ورا مره، ربنا هيسيبه. ده زي اللي اتقال على فرعون، والناس بتتعب في الموضوع ده، ازاي ربنا يقول لك وقصه رب حرب فرعون جت ازاي؟ اقرا القصه كلها هتلاقي قبلها بـ7 أو 8 مرات يقول ان فرعون هو اللي قس قلبه، ففي الاخر ربنا سابه تساوي قلبه، رفع ايده عن افتقاده ليه بطل، فبقى القلب قاسي. فهو ده اللي حصل، الشعب ما سمعش، اسرائيل مش راضي بيا اللي هو ايوه فينا، ففي الاخر ربنا يعمل ايه؟ يسيبه تساوي قلبه، تلاقيه مش قادر يتوب. ايه اللي جرى له؟ قلبه اتأسى. ربنا اداله 40 50 60 70 سنه عمال يخبط على بابه مفيش فايده، حتى بيعتقد المرض ولا في فايده، وفي الاخر يقول لك مش قادر مفيش. فاكرين مره بولس الرسول كان بيتحاكم قدام واحد اسمه فيليكس، كان والي كبير قوي، كان بولس دايما كل ما يقف قدام حد لابد ان يشهد المسيح. فقعد يتكلم عن البر والديمونه والتعفف لدرجه ان
الراجل اللي اسمه فيليكس ده يعني ارتحب الوالي من الكلام، اتنخس يعني ضميره من الكلام الحلو اللي جوجز بيقوله عن الدعوه للبر والدينونه والتعفف. فراح بولس فبيقول له انت يعني ما اتخذ سؤاله كده، قال له اذهب الان ومتى حصل لي وقت استدلك، ما يقولش الكلام اللي ده. الكلام اتنخس في قلبه لكن مش قادر ياخد خطوه، فقال له طب دلوقتي وبعدين نتقابل بعدين، حصل مع حاجه ما جاش بعدين. في مثل انجلش بيقول عند تومورو نيفر كامز. اللي بعدها في رساله روميا، وكما لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم، حصل ايه؟ اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يريد. هم اللي مش عايزين، بس بعد ايه؟ خبط وخبط وخبط وخبط، وبعدين حصل ايه؟ رفض رفض رفض. طب خلص يعني هعمل لك ايه؟ انت مش عايز. فعايز اقول يا اخواتي لازم نتحذر ونحذر، هي ممكن نقول سبب تحذير يعني النهارده. ربنا ياما خبط على قلوبنا كلنا وهيخبط تاني، بس خد بالك ان مش هيفضل يخبط على طول، لان انت طبيعي ربنا ما يسمحش ممكن قلبك يتاثر وبعد كده تسمع تبقى قاعدين كده بنصلي وواحد دموعه على خده نازل وانت ولا هنا ايه اللي الجناح ده بيعمله؟ هو حاسس وانت مش حاسس عشان قلبك لسه. هوجة ماشيه مع المسيح جت واحده ست شفره واحده قالت ولو مسست هوجه شفيت. هي دي اللي قدرت تنتزع القوه من المسيح. طب والباقيين؟ ما حدش قال حاجه. بطرس استغرب، انت بتقول منا بس ده كله حواليك بيزق. بس في لمسه على لمسه تفرق. تبقى الكنيسه مليانه واحد ولا اثنين هم واقفين تحتها، والباقيين كانوا ماشيين في الهوجه اللي ماشيه مع المسيح. حكايه الزكاه نفس الحكايه، هوجه ماشيه. وبعدين واحد بس كان جوه قلبه عايز يشوف المسيح، مش عايز يشوف معجزه من المسيح، عايز يشوف المسيح من هو. فالمسيح وقف وقال له تعالى، ودخل البيت وقال لهم حصل خلاص لهذا البيت. زوجته المهم ايه اللي جرى؟ والهوجه اللي حواليك دي ما خدوش حاجه، دول جايين بيتفرجوا. انا عايز اقول حته صغيره في الحته دي كانت عجبتني قوي. واحد اللي هو زكا اشتهى يشوف المسيح ويعني طلع من فوق الشجر ويبص، والمسيح استجاب يعني للسنسور بتاع قلبه وقال تعالى وعزل نفسه عنده كل وحصل خلاص. واحد تاني ساعة المحاكمة راح بيلاطس بعد هيرودس، يقول هيرودس لما شافه ايه؟ فرح عشان سمع عنه كلام كتير عن المسيح ده بيعمل معجزات. مين اللي بيقول كده؟ وايه تاني؟ وقال ايه بقى؟ وتمنى ان يصنع له آية، يعني قال له بقى ده انا الوالي الكبير واحنا قاعدين كده في القصر بقى، يعني بقى كده عندنا حاجة حلوة كده بقى. أنا سمعت إنك أنت بتطلع معرفش إيه وتنزل إيه وتأكل إيه، يعني مثلا كده جود شو سبيشال يعني كده. الكتاب بيقول المسيح إيه؟ لم يجبه. كان غلطان. الله ده كان برضه فرح فرح يشوفك. ومكتوب في الكتاب قال كان بيتمنى إن يشوفه. طب إيه الفرق؟ واحد كان بيتمنى زي زكا واحد زي هيرودس. زكا أراد أن يرى يسوع من هو. لكن هيرودس كان عايز ايه؟ يترجى ان يتفرج على معجزه، فكروا زي السحر العجيب يعني هنعمل له شو. ففي فرق، الواحد جاي ليه برضه؟ دي بس مقابله، ده في حاجات ثانيه كتير قوي بس مش وقتها. نخش على اللي بعدها. حاجه حزينه جدا. المسيح يوم الاحد الزعف يعني في الاسبوع الاخير وهو ماشي وخارج من اورشليم، وفيما هو اقترب من المدينه نظر اليها وبكى عليها قائلا. بيقول ايه بقى؟ انا هزود بس كلمه يعني. لو علمت انت ايضا حتى في يومك هذا، اخر فرصه، حتى في يومك هذا ما هو لسلامك؟ ايه اللي حصل لك؟ ولكن لان ياما بعتها انبياء وما سمعوش الكلام، قال لها ايه؟ ولكن الان قد ايه؟ اخفي عن عينيك. خلاص اخفي عن عينيك ليه؟ عايز انقطع الكلمه اللي بعدها، لانك لم تعرفي زمان انتقالي. هقراها على بعضها بقى. لو علمت انت ايضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن الان قد اخفي عن عينيك. هيحصل ايه بقى؟ فانه ستاتي ايام ويقدمك اعدائك بمدرسه ويعتقون بك ويحاصرونك اقارب نازل من كل جهه ويهدمونك
وبنيك فيك ولا تركون في ولا يتركون فيك حجرا على حجر. كل القصه دي ليه؟ ده خد رايك، ده ضمان لعقاب منتظر، لانك لم تعرفي زمان افتقارك. فالحقيقه اللي بيقعد يصهين غير عالم ان يعني لطف الله انما يقتادك الى التوبه، ولكنك بقى بسبب قلبك القاسي تعمل ايه؟ بتحوش لنفسك غضب في يوم الغضب. فعايزين يبقى عندنا حساسيه القلب. ربنا كلمك باي منظر، بكلمه، بايه، بترنيمه في الميديا، بحدث شفته وحسيت انك انت عايز تاخد اكشن، ما تقولش بكره، تروح تقفل على نفسك وتقول انا النهارده لازم اقعد واحسن الامر لك. وعايز اقول لكم على حاجه جميله قوي، انا عكس اللي بيقول، لا، كل ما تقعد اكتر مع ربنا الحساسيه بتاعتك تزيد، فتلاقي عندك قدره على تسمع وتفهم وتحس بصوت ربنا ليك. والعكس العكس، كل ما ترفض بعد كده تلاقي الكلام يقع على ودنك ولا ليه اي تاثير، زي اللي خد دواء وتعود عليه ما بيأثرش، ما بيجيبش نتيجه. الدكتور يقول لازم اغير الانتروديك عشان الجسم خد عليها والمكروب خد عليها، لازم اغيره. فما نضيعش الفرصه مننا، قول لي بعدين اشوف، حاضر، اهي مره وتعدي، مش هيحصل. هيحصل المره اللي كانت، هتلاقي المره اللي بعدها ودنك تهلك، وبعدين تهلك لغايه لما بيبقى عندك ممكن يبقى فيها صمم روحي، وبعدين يبقى فيها قساوه قلب. هنكمل بتاعت ورشتين بقيتها يعني. دي لو قال كده متى، قال على نفس المنطق حاجه ثانيه. يا ورشلين يا ورشلين، ده برضه قال نفس الكلام يعني. يا قاتله الانبياء وراجمه المرسلين الي. كل مره بتسمع الصوت كانك بتقتل النبي اللي جالك، النبي بيجيب لك صوت ربنا. النبي كان بيجي في العهد القديم يقول ايه؟ هكذا قال الرب، قال ايه؟ قال كذا كذا، في رساله يعني. اللي حصل ايه؟ رجموهم وقتلوهم وطردوهم وسجنوهم. فكل مره بتسمع كلمه وبعدين بتدفنها، انت عايز تسمعها كانك بالظبط بترجمه، بتموته. وبعدين يحصل ايه بقى في الاخر؟ كم مره اردت؟ بعدين ايه؟ لم تريدوا. طب ولغايه كده خلصت؟ لا، في عقاب على الاسف يعني. هو ذبيحتكم يترك لكم خرابا. يبقى النتيجه قساوه قلب ورا منها خراب. واللي قبل منها ما عرفتيش زمان افتقادك، هيبعدوا بيك وكسروك. فالحكايه مش سهله، خلينا واعيين. مش مجرد ما سمعتش عدت، ما سمعتش القلب هيتأسى، وفي مع الاسف نتيجه سيئه للغايه. من في هو ذا بيتكم يترك لكم خراب. اللي بعدها في قصه بعروس النشيد، هقولها بسرعه واعتقد دي هتكون اخر واحده يعني، اخر حاجه عشان نحافظ على الوقت. صوت حبيبي بتاع العروس اللي بيتكلم قارعا، افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حنانتي يا كاملتي، لان راسي قد امتلأ من الطل وقصصي من لدى الملك. عندنا عذر، قد ثلثت سيالك كيف ثوبك كيف البسه، غسلت رجلي فكيف اوصفهما. قمت لافتح، مشي، زعلت، رحت ادور عليه ما جاش. حصل ايه بعد كده؟ في عقاب. وجدني الحرس في المدينه، عملوا فيا ايه؟ ضربوني، جرحوني، حفظت الاسوار، رفعوا ازاري عني، فضحوني. فاللي عايزين نقوله بس ان كل مره، هي الحكايه بتبان بسيطه قوي، دي مره وعدت يعني. حسيت ان ربنا عايز يقول لي حاجه وعدت. بالمناسبه بقول لك على حكايه جميله حصلت في دقيقتين يعني. في خدمه بنعملها في دانلو ماركت. وبعدين كان في واحد راجل جنبنا في الترابيزه، انا بساعد عشان الماسك ولا حاجه، انا على قد حالي بساعد واحد ومراته على جوه الخدمه دي يعني، فبروح بساعدهم في السكندريك والسلام. فكان في واحد جنبنا راجل استرالي بيعمل جينسينج فريش كده، وحتى كان بيحبنا قوي، سمتمز كان يجيب لنا على اخر يوم كده بدل يعني يقول لنا شويه كده فريش كلنا. حاولنا كم مره كده نكلمه عن المسيح، راجل صادق يعني. من حوالي 8-9 اشهر، هو راجل كبير في السن على فكره يعني، ما كانش لسه يعني، وكان بقى عايش لوحده فور سام ريزون، الله اعلم مراته منفصل ولا يعني ماتت او كده، وعياله كبروا واتجوزوا، هو كان راجل فيري هابي مان يعني كده. وبعدين
وبعدين جيت مره وكان صاحبي اللي هو نام سعد دوت مش موجود. فجاني اخ ده قال لي فين فلان؟ قلت له حلو هو مسافر الاسبوعين دول، فانا يعني موجود المره الجايه. هاويفر هو ما حدش بان هو جاي، فعايز اقول له حاجه ولا احب ان اساعدك في حاجه؟ فقال لي لا انا بس عايز اقول لك على حاجه. قلت له قال لي بس استاذ صاحبك دوت من اسبوعين بالظبط، انا كنت ساعتها موجود، قال لي كنت جاي الصبح وكان الدرس وارد قوي كده. فصاحبك دوت قال لي اصابيرك؟ قال لي فصلى لي، فالحقيقه خفيت ساعتها يعني قال لي بالظبط على الساعه 11 الورم اللي كان في الدرس دوت راح لقيت نفسي زي الفل. انسى دي دلوقتي، اسال لي حاجه ثانيه. الراجل ده انا هروح ورم بقالي بسنتين، بس باقي الاسرار بقى قال لي بس انا حاسس ان ربنا عايز يقول لي من ورا الحكايه دي حاجه. قلت انا هنصك يعني صلوات النبي بالنتيجه. فقلت له ايه؟ طيب على كل حاجه فاضل اسبوعين تحب ادي لك انجيل؟ قال لي ما انا عندي انجيل يعني عندي من ايام المدرسه يعني. قلت له لو متاكد عندك ماشي، لكن لو مثلا تاني وحكيت على كل مره عليك هدي لك واحد انت تنتظر بوست يوم زي. فقال لي لا لا، قال لي انا الحقيقه كنت عايز اشكره وعايز اقول له ان في واحده في المركز قصادنا معرفش عندها كام سنه وما بتخلفش وعملت العمليه كذا مره عشان تحول ما تخلفش مره ما بتخلفش، وقلت لها ان فلان صلى لي خفيت، فكنت عايز تجي لها يصلي لها يمكن تخف يعني وتخلف. قلت له خلاص لما يجي هبعتهولك عشان ايه يروح عند الست دي ويصلي لها يعني. المهم بعد اسبوعين جه صاحبي فحكيت له الحكايه، فقلت له فلان عايزك كده يعني عشان فصرح له. هو الاول كان جنبنا وبعدين لما انا في الفود كورت بعد سنتين بقى هو بيننا وبينه مثلا زي هنا والكار بارك يعني. فاول ما راح له ما لقاهوش ولقى في بنتين واقفين، بعدها كان بيجيب واحده تساعده. فبيقول لها فين فلان؟ قالت له فلان انت ما سمعتش؟ قال لها لا ايه جرى ليه؟ قالت له فلان من اسبوعين الناس يعني شموا ريحه خبطوا جابوا ناس، طلع ان هو فرق الحياه والان عايش لوحده، كان بقى حوالي يومين ثلاثه مات. انا لما قعدت احسب جه تاني بقى، لما قعدت احسب وقلت الراجل ده شكله يا مات يوم السبت اللي كلمني فيه وانا حاسس ربنا، بس على فكره الراجل معايا حوالي 10 دقائق كلمه حاسس ربنا عايز يقول لي رساله من ورا الحكايه دي كررت اربع خمس مرات، وانا عرضت عليه من دي مرتين بس يعني انا يعني ممكن يكون تاب وبقى زي الفل، بس انا قعدت احسب انا كده تلقنت الراجل ده مات يا اما السبت يا الحد يا اخره بالاثنين. انا ما اعرفش مكتشفيهم ايه يعني، بس يوم ما قلت له راح ورجع قال لي تعرف انا رحت البنت بتقول لي مات. قلت له مات؟ قالت له مات من اسبوعين، قلت له هو كلمني من اسبوعين، قالت لي بالتقريب، قلت له الراجل ده فعلا مات. ديفينيتلي يا يوم ما كلمني السبت بالليل يا الحد يا الاثنين. لكن الراجل كان راجع وحاسس ان ربنا عمل معاه. عايز اقول ربنا بيتخبط، بس ما نقدرش برضه نقول برضه زي بص اللي امن، بس عايز اقول ما نقدرش نعتمد ان لازم نستنزف لغايه اخر لحظه، ما تعرفش اخر لحظه دي امتى. لكن عايز ارجع تاني النقطه واقول ربنا بيحبنا لكن كل ده انا مصاب بالحادثه دي شفت حوالي استنى كتير قال لك لا 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 مش عايزين ما تجيش مش النهارده وبالاخر خدنا العزم. فلازم يكون واحد مصحصح ان ربنا لما بيفتقدك وصدقني بتحس الصوت سواء من حادثه او موقف ولا راجل ساب كل الدنيا بقول حاسس ربنا عايز يقول لي حاجه، اتمنى يكون في حاجه خدت رايك احتمال كبير قوي ما اعرفش انا ما دخلتش يعني في اعماقه. فاللي عايز اقول بس ونكرر ونعيده وناكد عليه ما تخليش فرصه تعدي والا القلب هيتقسى مش عارفين يحصل ماشي؟ علي بعد بعدها نكست بوينت تانيس. احنا ربنا موجود في كل مكان لكن ملكوت الله عايزين نفهم حته شويه، ملكوت الله مش في كل مكان يعني ايه؟ او مش في كل شخص. في شيطان برضه موجود وله اتباع وهو اله هذا الدهر زي ما بولس قال، اله هذا الدهر الكتاب قال عليه كده والمسيح قال عليه رئيس هذا العالم، بينازع اولاد النور، بينازع مملكه النور، ففي مملكه ظلمه وفي مملكه نور. ماشي؟ فلو ما كناش تبع مملكه المسيح هنبقى تبع مع الاسف مملكه الشيطان، هيبقى الشيطان بيسول علينا. فما نفكرش اصل ربنا موجود في كل مكان فاذا ربنا مسيطر على كل حاجه، لا الشيطان برضه ليه
يعني شغال برضه. فاللي ما بيسمعش كلام ربنا مع الاسف بعد شويه هيبقى ده تبع الشيطان. المسيح مره قال رئيس هذا العالم ياتي ولكن ليس له فيا شكل. الحقيقه في ناس هيبقى الشيطان دول بتوعه، لان يعني ما اقدرش يقول رئيس هذا العالم مش جاي الدوله، رئيس العالم جاي وحط الختم بتاعه عليا، حاطط الختم بتاعه عليا. ربنا يسمحش كده. فملكوت الله مش مسيطر على الدنيا كلها تماما. فربنا ليه ناس والشيطان ليه ناس، فلازم ناخد باله احسن بكثر الاساوات القلب يخرج من تحت ملكوت الله، من تحت مظله ملكوت الله روحا ملكوت ابليس. من الحاجات اللي لقيتها قابلتها برضه وعايزين ننتبهها، ما تستناش انك انت تبقى حلم عشان تيجي للمسيح. بعض الناس يقول لك انا نفسي ابتدي اتكلم مع المسيح لكن انا نفسيتي مش قد كده. اخويا المرنم لسه قال الحكايه دي، انك انت تمشي بالتبعيه، انا مش هتنفع الحكايه كده. تاخد قرار يعني تاخد قرار، انت تقول لي ظروفي ما اعرفش ايه، بس طب عندي حاجه. افتكروا مره المسيح بيقول واحد اتبعني فقال له ايه؟ موافق بس واحده بس. ايه؟ قال له اروح اقتل ابويا، معناها عندي حاجه مهمه خلاص يعني. ما نفعش. بينما المسيح قال مره للاوي اتبعني حصل ايه؟ مشي وراه بقى ايه لاوي بقى؟ رسول مبشر كتب لنا انجيل. شوف واحد عمل ايه؟ والثاني حصل معاه ايه؟ تاه السكه وراح. ومع انه قال له الحاجه واحده بس. بس المسيح على فكره كان قوي قوي في الحته دي، يعني عايز ايه؟ ما قالوش طب ماشي ماشي يعني اوكي روح تعالى. قال له انا عارف مش هروح ومش هرجع. فقال له دعني موتى يا سمونه، موتاهم لان انت ما تضيعش وقت، ما تضيعش وقت، ما تقولش انا مستني لغايه لما ايه؟ اصل ظروف في الشغل ما اعرفش ايه، اصل ما اعرفش ايه، طب بس ان انا نفسيتي معاك بتتظبط، لما اخلص البيت وحاجه يبقى عندك مش هتنفع، مش حاجه ورا حاجه ورا حاجه ورا حاجه، ولو ما حللتش نفسي تاني. وبعد في الاخر هتلاقي مع الاسف وصلت الى قساوه القلب، وبعد ما توصل قساوه القلب تطلبها ولا تجيبها. فناخد بالنا من الحكايه دي قوي. تعالى ربنا زمانك كده بوحشتك وقرفك قول له صلحني شغلي. حتى لو انت مش عارف تصلي قوي يعني مفكر الصلاه دي حاجه كبيره قوي، تقعد كده وكلام بسيط قوي كده يقول له ربنا صلحني بقى وجايبني، يا رب صلحني خلي اشتياقي ليك يزيد، يا رب باركني، يا رب غير اللي جوايا، يا رب صلح من قلبي وافكاري، ساعدني يا رب اظبط لساني، كلام بسيط قوي كده يعني. وربنا يشتغل معاك. خد خطوه دلوقتي بقى تاني، كل واحد حط في دماغه هيدي من ال 24 مش دولار بقى، من 24 ساعه هتدي ايه ربنا طبعا انا كمان هحسب هتدي 24 دولار لا هتدي 5 دولار يا عم، 5 كتير عليا، 2 دولار برضه كتير عليا. تقدر تحط 50 سنت كاعتراف جميل ان ربنا ادك 24 ساعه، تقدر تحط نص ساعة كاعتراف بالجنين، لو ما بيجوش مش هيزعل حد تاني يوم 24 ساعة. مش هيزعل ولا يقدر بس أنت خسرت. فهل ممكن تحط نص ساعة في اليوم اعتراف بالجنين لربنا؟ عشان ادالك 24 ساعة يوم ورا يوم يعدي. نحمد ربنا احنا نستبعد الجنين ده ايه؟ عشان قضية الغفر تقعد تحوش طول عمرك علشان ما اعرفش لازم تروح تحج فين ولا تزور أماكن. شفت ناس كده مرعوبين عايز يروح عشان خطاياه تغفر ويحوش قد كده، مش عايزين ما تنفعش قد كده، هتقعد في اوضتك وعشان النور في النور كمان يعني. وهو كلم ربنا يزود حساسيه القلب زي الكاميرا، كل ما الميجا اكس تزيد ذلك تطلع صوره حلوه قوي، وكل ما تحط عليها تراب ما تحسش اللي قدامك. فلازم كده نقول النهارده يعني عشان نخلص، لا للتأجيل ولكن نعم إن نعمل خطوة، لا للكسل ونعم بالنشاط، لا لبكرة وخلي نعم للوقت. نخلص الكلام إن احنا ما نستهويش بكل حاجة صغيرة، كل تخبيطة صغيرة من ربنا حسيت ربنا بيكلمني لازم أقف. لو مشيت ربنا مش هيعترضني كلامك، بس انت اللي قلبك هينشف شويه بشويه، لكن لو وقفت انا حاسس ربك انت عايزني اعمل اكشن في الموضوع ده، مش هينفع. انا عارف ناس واختبارات وكده صدقوني
يقوموا سايبين حتى اصحابهم وروح اون ذا سبوت ونشوف مكان يقعد فيه عشان ياخد قرار ويخرج حاجه جديده، قاطع علاقات، متخذ قرارات. المسيح هو رجل من النهارده فصاعدا كل يوم. اللي انا ممكن يعني اريكومند يعني من اللي شفته ومن عرفته، لو الواحد يقدر ياخد كل يوم على بين نص ساعه يفتح انجيله ويقول له رب كلمني من انجيلك ويصلي كلمات بسيطه باللي وجهه او يشكر على اللي هو عايزه وتشوف الفرق بعدين شهرين ثلاثه هتشوف. صدقني انا شفت، انا شفت ناس لما عملوا كده شهرين ثلاثه هم يقولوا لي حسيت بفرق جوه بيتها، وناس جوه بيتها الست تقول جوزها اتغير والراجل يقول مراته اتغيرت والعيال اتغيروا ويقولوا اهالينا اتغيروا لما الاب والام او يعني اعتادوا ان هم يكونوا خلوه يوميه مع ربنا ويقعدوا مع ربنا. تعالوا نختم بترنيمه بس كده نقول له رب انا جاي لك ومحتاج انك انت رب دمك وروحك يا رب بدلك. لو كنتش قادر تاخد خطوه الحقيقه لازم تاخد خطوه، تقدر توفر نص ساعه من وقتك كل يوم ونرتك منه. ربنا بيقول لك ببلاش 24 ساعه كل يوم. نص ساعه كتير؟ لو شايف انك تبقى نص ساعه مع الناس انت حر، بس صدقوني هتمر الايام وتكبر وتلاقي القلب اتقسى ونفسك وما انتش قادر وتقول لك فنان ويكلمك صديقك العزيز اللي بتحبه ويقول لك هاجي اصلي معاك، يعني مش لوحدك، حاجه اقرا معاك انجيل تقول له ما تجيش، ما فيش وقت، الوقت مش مناسب، مش قادر، مش عايز. حصل ايه؟ القلب اتقسى. وبعد كده مع الاسف هو زبيتكم انتوا ربنا ربنا ما يسمحش كده. نرنم كلنا مع بعض. في قبرص وواحد من الوعاظ الجمال
وقف قال على فكرة المسيح كان بيحب العشرين والخطاة وبيجلس معاهم، بس كان عشان يعلن لهم الحق مش عشان يعلن زيهم. خلي بالك انه ما تاخدش جنب الحب وتسيب جنب الحق، لان اوقات كتيره هنكمل حب 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 وممكن يتقفل الباب وانت ما خدتش خطوه ناحيه الحق. ولو خدنا جنب الحق على طول على طول نلاقي اوقات الكلام بيذبح وايه والناس بتنفر، انه لو ما عملتش لو ما عملتش لو ما عملتش اوردرز اوردرز، ونلاقي الايات ترن فين المحبه فين الرعايه فين 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 500 ايه 500 كلمه. الرب كان بيعمل امر متوازن، كان بيجلس مع العشرين والخطاه عشان يعلن لهم المحبه وعشان ايضا يعلن لهم الحق. والوعظ قال حاجه جميله قوي، قال لك خلي بالك الكنيسه المدعوه تخسر رجلين العالم وتعلن الحق للعالم، لان لو غسلت رجليهم هيخشوا جهنم ورجليهم برضو مغسوله مفيش حاجه بقدر. لكن نخسر رجليهم وكمان نعمل ايه؟ نعلن لهم الحق. ما ينفعش اتجاه شمال او اتجاه يمين، ما ينفعش اتجاه انا بذبح ولا بينفع اتجاه انا بدلع. محبه المسيح تحصرنا وبتحاصرنا، وايضا الحق يحررنا، الاثنين ماشيين مع بعض. محبه المسيح بتحصرك فبتعلن لك الحب فبتلمس قلبك مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين والف. لكن لو ما تواجدناش مع الحب ده بيحصل ايه؟ اوقات بيغلق الباب. خلي بالك في اوقات الرب النهارده بيقول لك وبيقول لي النهارده انه انا بحبك وبعلن لك الحق. محبتي بتقول لك انه الحق تعرفون الحق والحق يحببكم. لما تعرفني هتتغير، لما تلمس المحبه دي تتوارد معاها حياتك هتتغير. لكن ما تاخدش المحبه وسيط تعمل بيه اللي انت عايزه، ما تاخدش المحبه وسيط تبرطع زي ما انت عايز. الرصيد موجود بس خلي بالك هيفضل يحبك، لكن لو ما تواجدناش معاه احنا اللي بنخسر، احنا اللي بنضيع من الفرصه. اوقات اكسترين 85% هو الوعظات عن محبه المسيح، وده جميل ودي احصائيه موجود، و 15% بتتكلم عن الدين. جميل قوي ان احنا نعلن محبه المسيح للناس، بس برضه الاكمل خلي بالك انه في وقت في المحبه موجوده، بس انت لو ما تواجدتش مع المحبه ديت كان عندك كنز ما استخدمتوش، كانك عندك كنز ما مديتش ايدك وخدته. تعال نصلي وقول يا رب النهارده اتواجد مع الحب ده. اليوم ان سمعتم صوته فلا تغصوا قلوبكم. مش عايز أأكد يا رب النهار، كنا بنتكلم في فترة عن دقة الضهر. مرة قال أقوم بعد كده قال فقام. أقوم ده القرار، فقام ده التنفيذ. أقوم وأذهب إلى الأمن، فقام وذهب إلى أبي. أوعى تكون بتقول أقوم 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 وأنت لسه قاعد. أقوم وأذهب إلى أبي، فقام وذهب إلى أبي، خد خطوة. اليوم ان سمعتم صوتي. يا رب النهارده مش عايزين بس كنيسه تكون بتتكلم عن امور بس تعليميه فقط، لكن ايضا بنحيا الخطوات الفعليه التطبيقيه. اقوم فقام. في ترجمه بتقول مش عارف اخواتي كيف نكون مجهزينها، بتقول اوعى تاكل اوعى تاكل، وكانه النهارده بيقول لك اوعى خلي بالك انك تاكل. اوعى تاكل اوعى تاكل اوعى تاكل الرسول النهارده. واخويا حاجه اختبارات، وانا عشت وشفته قدام عينيا اختبارات ناس كان بيبقى قدامها يومين وثلاثه ورفضت. اوعى تاكل. تعالى النهارده واحنا بنسمع التقديمه دي يا اخويا اوعى تاكل.